السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في رابع حلقة من سلسلة مقارنات وتقييمات. النهاردة عندنا أربع أنواع هنتكلم عنهم، تعالوا نبص عليهم كده ونشوف هنعمل إيه. زي ما كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن في بعض الأنواع هتبقى عندي أربعة، زي ما احنا شايفين دلوقتي الإثيوبي موجود في كايرو كوليكتيف وفي براون نوز وفي ستاربكس وفي نابريسو، فهنقسمهم على مرتين، مرة هيبقوا اتنين ومرة هيبقوا اتنين، وهنحاول نعملهم النهارده برضو عشان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت نلخبطهم وما يبقوش عارفين احنا بنعمل ايه. فخلينا المره دي ناخد اتنين ويبقوا هم دول المسابقه بتاعتنا او رابع حلقه، واتنين تانيين هيبقوا في حلقه جايه ان شاء الله ولكن هتتصور النهارده برضو. برضو بما ان عمر معانا، عمر اختار لي مين اللي يشتغل معايا النهارده. كايرو مع براون نوز، تمام، وستاربكس مع نابريسو. يعني زي ما هم محطين بالظبط. انت كده بتحسسهم ان احنا مظبطينها مع بعض على فكره. طيب زي ما عمر قال، كايرو مع براون نوز ده هيبقى النهارده، ونشيل دول على جنب نخليهم لما يجي وقتهم. معانا الكوبايتين رقم واحد ورقم اتنين اهمت، والاثيوبي كايرو كوليكتيف هيبقى رقم واحد وبراون نوز هيبقى رقم اتنين. هنفضي دلوقتي في الكوبايات وبرضو نطلع نطحن ونبدا الشوت بتاعنا، فيلا بينا. رجعنا لحضراتكم مع حكامنا في الحلقه الرابعه، استاذ احمد واستاذ اشرف واستاذ بدر، اهلا وسهلا بيكم معانا. النهارده معانا نوعين هنقيمهم، هنبدا نعملهم، نحاول نعملهم مع بعض سريعا ونحطهم قدام الحكام بتوعنا ويشوف رد فعلهم ايه، ولكن كالعاده قبل ما نبدا نحطهم هنديهم الحبوب نفسها ونشوف رايهم فيها ايه. فيلا بينا. معانا النوعين هم واحد ايه واحد بي، او سوري يعني واحد واثنين، ومع الحكام بتوعنا اتفضلوا. الحبوب دي صغيره ولا الجريب بتاعها مين؟ مش عارف. لا هي صغير وكبير وكذا شكل في بعض، مش باين لها ريحه. الحبوب غريبه. الاثنين شايف تحميصهم فاتح، يمكن في واحده تحميصها فعلا احسن من الثانيه، بس الاثنين فاتحين. اعتقد ان هم مش هيكونوا للاسبريسو، هيكونوا ملائمين اكتر لفلتر، مش هيكون للكاسبريسو، بس طبعا لما هندقهم هنقدر نقرر اكتر. برضو عندك حاجه تقولها؟ هو واضح ان هي معالجتها مغسوله، وزي ما قال اشرف ان هي تنفع للفلتر اكتر، وانا بشك في البينز ان هي ممكن تكون اثيوبي. بدري راح الاثيوبي علشان البنزات الصغيره دي، صح؟ فبرضه انا رايح لنفس الحته دي، بس برضه ما بجزمش يعني الواحد. لما هندوق ممكن نقدر، ممكن لما نروح نعرف نوصل. طيب هنعمل الشوت ونرجع لحضراتكم. 2000 years later. ومعانا اول شوت النهارده مع حكام اتفضلوا. ومعانا الشوط الثاني ينزل حكام. خلصنا يا جماعه؟ تمام. طيب نبدا ونقول معانا احمد. بالنسبه للرقم واحد، حاسس ان الاروما بتاعته سويتي وفيها حبه نتس، البادي بتاعه ميديوم، الاسيديتي بتاعته عاليه قوي قوي، يعني ما يروحش السبريسو، يعني هو يروح دريب، يعني القهوه الفي 60 بقى، السايفون، الكيميكس وغيره. السويتي بتاعته موجوده بس قليله. الافتر تيست ما كانش فيه وقت ان انا اقدر اشوف الافتر تيست، دخلت على اللي بعده على طول. اللي بعده انا شايف ان هو اكفأ منه من نظري الشخصي. السويتي بتاعته يعني عاليه، فواح اكتر. البادي بتاعه برضو ميديوم. الاسيديتي بتاعته متوسطه، مش زي اللي قبله رقم واحد. الاسيديتي بتاعته عاليه قوي، هو موجود الاسيديتي بس متوسطه مقبوله مع حبه بيترنس. يعني الاولاني فيه بيترنس بس مش كتير، لكن رقم اتنين فيه بيترنس اكتر. بتهيألي يمشي اسبريسو. يعني عمال امشي عايز احدد نوع، عمال يروح ويجي. حاسس امريكا وسطى، امريكا مش عارف انت مركز يا محمد، امريكا وسطى امريكا جنوبيه، مش عارف ليه حاسس ان هو رايح كده. بس السؤال بتاعنا ينفع الاسبريسو التاني اسبريسو؟ بص، هو يعني انا في منظوري الشخصي ان كل قهوه
ينفع تروح وتيجي بها الاداه اللي انت عايزها. يعني ما تثبتش التحميص، يعني انت في ناس بتثبت التحميص وبعدين يقول لك هي تمشي مع الاداه دي او ما تمشيش. لا، انا ممكن العب في التحميص ان انا اغمق او افتح بحيث تتماشى الى اقرب حاجه مع الاداه اللي انا عايزها. انا شايف ان رقم واحد تمشي فلتر اكتر، رقم اثنين تمشي السبريسو، وتنفع مع ميلك. تنفع مع ميلك؟ طب تمام كده. موكا بوت الثانيه بره، بص الحاجات اللي هتمشي السبريسو تمشي موكا بوت. طيب. لان اثنين طايفه واحده. طيب تمام. في الغجر هي اول واحده كانت طبعا الحمضيه فيها عاليه، فاديتنا طعم السيترس فروتس، البادي بتاعها كان متوسط شويه، والفليفر برضو فواكه. يعني هو كل الموضوع فواكه وحمضيه، التسكيره قليله لا تذكر يعني. ومكمل معانا موضوع الحمضيه لحد الاخر، يعني ما جبتش منها اي نقص غير حمضيه فقط لا غير. الثانيه افضل كتير، يعني الاروما بتاعتها فواكه وكانت مسكره شويه، وكان فيها شويه يعني شوكولاته، يعني حاجه بسيطه كده. بس البادي كان اخف من الاولانيه. الفليفر بتاعها كان الفواكه كانت معاها شويه تسكيره، يعني ده انا شايف اتنين احسن من واحد. التسكيره بتاعتها اقوى من الاولانيه بس، والحمضيه اقل، يعني ده خلاها انا بالنسبه لي دي افضل يعني. بس مفيش حاجه تانية، هي كلها حمضيه وفواكه بس دي مسكره وفيها شوكولاته. اوكي طيب بسيط. طيب يبقى متفقين برضو. السبريسو مين فيهم تمشي السبريسو؟ الثانيه تمشي السبريسو اكتر. طيب الاولانيه لا ما تنفعش السبريسو خالص يعني. خالص. اوكي بس هي رقم واحد سيتروس وكمان حمضيه عاليه جدا، فيها مراره خفيفه، فيها يعني هنت اوف ناتس كده، مش حاجه عاليه من الناتس. دي رقم واحد. والافتر تيست بيبقى فيه مراره شويه برضه. رقم اثنين حمضيه شويه، مش زي رقم واحد، وبرده سيتروس ومسكره شويه وفيها طعم شوكليت خفيف مع طعم مسكرات خفيف برضه. والافتر تيست ممكن تكون مراره شويه بس اقل من الاولانيه. تمام. نسأل نفس السؤال من وجهة نظرك، شايف مين فيهم اسبريسو ومين فيهم ما ينفعش؟ رقم اثنين تنفع اسبريسو عن رقم واحد بكتير. طب تمام كده. اوكي. احنا كده اتفقنا جميعا على بعض النقاط. حد قدر يوصل لنقطة ايه؟ يعني هي عشان شفت الحبايه وهي محمصه الظهر بتاعها مش املس، خشن شويه، فعشان كده اللي خلاني رشحت انها ممكن تكون جواتيمالا. تمام. بس مش اكيد. اعتقد والله اعلم يعني ان هي ممكن تكون اثيوبي. اثيوبي ما هي لو مش جواتيمالا هي اثيوبي، ملهاش حل تاني يعني. اثيوبيا جواتيمالا. طيب احمد الحبايه الصغيره بتدي اثيوبي، لكن ممكن يكون جريد بتاعها جريد سايز اقل، لكن اهم حاجه التست. طيب تمام. هنبدا دلوقتي نقول النوع بتاعنا، بس برضو قبل ما نقول النوع عايزين نستفيد بمعلومه من كل احد حضراتكم. استاذ احمد تحب البدايه النهارده؟ ابدا ببدر. انا ببدر. يلا يا احمد خش على بدر، خش على. لا انا خلاص جبت الكاميرا عليك. طب ما ترجعها. طيب لا خلاص مفيش باور. طيب ممكن اتكلم في حاجه كده يعني بتتعبنا احنا نفسنا. موضوع طبعا ما شاء الله القهوه بقت كتير قوي في مصر بانواعها. كان زمان في انواع كوميرشال كده نوعين ثلاثه، دلوقتي بقت القهوه كتير، فكل شويه بالنسبه للهوم يوزر لما بيجي يستخدم قهوه بيثبت الطحنه. طبعا ده مش صح، المفروض الطحنه بتختلف. ده انا بنادي بيه كتير، لان في ناس بتاخد قهوه يقول لك اصل القهوه طعمها وحش، القهوه مثلا حموضتها عاليه قوي. طب حموضتها لان انت اصلا مخشن، طول ما انت القهوه بتخش على الخشن والحموضه بتزيد، طول ما انت بتنعم اكتر هتلاقي المزازه السويتي بيزيد معاك، فهي يعني نسبه وتناسب. ايه الريفرنس اللي اعرف بيه الطحنه المناسبه؟ المفروض التجربه يعني ريشيو. ريشيو وتايم. ريشيو وتايم. والمفروض ان في دلوقتي مطاحن مستحدثه بتديني الرقم، فاقدر اقرا ان الرقم ده، ان الحبايه دي عايزه الرقم ده، خلاص الرقم بيبقى فيه مترقم معايا على المطحنه، اقدر اوصل للحبايه دي هو الرقم ده اللي يناسب. مع العلم ان الحبايه لو ادمت هنلاقي ان الرقم هيختلف، او مع زياده الرطوبه. المفروض ان انا خشن، برضو معلومه تاني، ان انا بخشن او بنعم نسبه للتحميص واحد عشان نختصر، التحميص الكثافه بتاعه الحبايه بالنسبه لدرجه الحراره بتاعه الروم او المكان اللي انا فيه.
ايه الريشيو عشان برضه نبقى عارفينها؟ يبقى دي طبعا هي المقياس بتاعنا. الريشيو حضرتك قلت دايت تايم ووزن بالظبط. هننط على معلومه ثانيه يعني ناس كتير سالت فيها الفتره الاخرانيه وكلمتني شخصا ان الريشيو الثابت ايه. هل مثلا هو 14 7 سنجل 14 للدبل ويديني ناتج 30 60. طبعا ده بالنسبه يميل قهوه القهوه الكوميرشال اللي فيها روبوستا. لكن بالنسبه للقهوه السنجل اوريجين او السبيشاليتي المفروض ان احنا بنعلى شويه لانها نوع واحد فعايز اطلع النوتس بتاعتها. فهلاقي في الدبل عاده احنا بنشتغل الدبل مضروب في 2 يعني الدبل ده 18 يديني ناتج ليكويد مضروب في 2 هيديني 36. طب الدبل ده 20 يبقى الناتج هيبقى 40. طب الدبل ده 15 هيبقى الناتج 30. طب هل ده ون ريستريتو او يتقال عليه مثلا دبل ريستريتو؟ ماشي بس انت القهوه فيها مرونه اروح واجي زي ما انا عايز. اهم حاجه انا عايز مزاجي ايه. لكن كل الارقام اللي بتتقال في القهوه دي مجرد جايد بس كده. تمام طولت يا وانا اشرب معلومه. انا هقول معلومه تجاريه شويه بالنسبه لنا. لان لاحظنا عندنا مثلا في الشغل ان في ناس بتطلب طحنه للباسكت المضغوط وطحنه للنانو بريس وطحنه للموكا بوت مثلا وفي طحنات تانية للفلاتر. فمعظم طحنات او اللي احنا لاحظناه ان طحنه الباسكت المضغوط والنانو بريس والموكا بوت الثلاثه ممكن يمشوا طحنه واحده وهيديك الثلاثه اداء احسن. يعني خلاص الباسكت مضغوط معروف الطحنه بتاعته. لو خدت نفس الطحنه دي شغلتها نانو بريس او موكا بوت هتلاقي الاداء بتاع الكاب اللي بيطلع معاك احسن. تمام. فدي يعني هتفيد الناس شويه في انها مش كل شويه تغير المكنه بتاعتها او الطحنه بتاعتها تثبت طحنه هيبقى معاها افضل. تمام. بعد بص احنا ممكن نقول على حاجه معينه الناس بتتكلم عليها دايما. في ناس بتعتقد ان القهوه عموما مشروب مر. يعني تيجي تدوق اي نوع يقول لك ده مر انا يعني ما بحبش القهوه. القهوه عموما مش مشروب مر. القهوه مشروب وليه حقات طعم بس دي يعني ازاي هتقدر تطلعها مش هتيجي بسهوله. لازم الاول طبعا يمتنع عن شرب القهوه بسكر في البدايه واحده واحده يعود نفسه على انه يشرب انواع من غير سكر. لازم يشرب انواع ما فيهاش روبوستا لان الروبوستا مره ده حاجه اساسيه. لازم يجرب انواع ارابيكا كتير وده ان شاء الله يحسن من التذوق عنده ويبتعد عن السكر. تمام. انا ممكن اوصل حاجه بس البدر في مقوله بتقول القهوه اللي مشوربت لها. يعني انا بشرب القهوه وانا قاعد مع صاحبي كده زي اشرف او بدر هبقى مبسوط على ان القهوه مثلا الى حد ما حلوه خلاص. لكن لو انا مثلا لو في طالب وحد مضغوط عليه لازم يذاكر اكيد هيلاقي القهوه طعمها وحش. لو حد زوجته مغلسه عليه رخمه عليه. هو في حد زوجته بتغلس عليه يعني؟ اه طبعا بيحصل. لا 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 ده هم من حياه من غيرهم ما تمشيش يا محمد. تعبت في ليله القناه دي. لا ما انت بتشرب القهوه عشان تنسى الحاجات دي كلها. ده كده دخلنا في النبيذ. هو مروان اما يجي يشرب القهوه وفي معاه مشكله فدايما ممكن يحس بان القهوه مش حلوه. فالقهوه ليه ما شربت لها الى جانب الذائقه. يعني مثلا انا واكل عسل اكيد هشرب القهوه مهما يكون فيها سكريات مش هحسه. تمام. بس طب. شكرا للمعلومات المفيده لينا. حاجه تحصل الحقيقه ايوه النوع اثيوبي. انا سعيد ان ما شاء الله بدات الدنيا تظبط شويه. واول نوع كان كايرو بوليتيف. ثاني نوع براون نوز. تجربه حلوه. واختيار موفق لحضراتكم. سعداء بوجودكم معنا وسعداء بالساده المشاهدين. مستنيين تفاعلكم وتعليقاتكم. لو في اسئله نحبوا نسالها للحكام في الحلقات الجايه. نشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش طبعا الكلمتين بتوع كل مره سبسكرايب ولايك وشير ما حدش بيعملهم كالعاده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.